انما قول لي بقى، هي كوتشينة الهند دي زي الكوتشينة بتاعتنا؟ ايه ماما، كوتشينة كل واحد. استنى بقى، طالما كوتشينة كل واحد، انما قول لي يا سيكابور، هو اميتاب باتشان الحلاوة ده جامد قوي كده؟ اها جامد. وانت جامد زيه؟ اكيد ماما اكيد. طبعا، ما انتوا قرايب. نهي ماما، احنا مو قرايب. ازاي؟ هو انتوا مش هندوه زي بعض؟ بقول لك ايه، انا شفت مره حته جين رقصه في فيلم وجوده اكبر، رقصه انما ايه، تهبل. هندي يرقص وايد حلو. لا، مفيش احلى من الرقص البلدي، معلش بقى. انما صحيح، هو الحاوي بيطلع الحيه من الصندوق كده زي ما بنشوف وتطلع تتلوى؟ هادي ماما نسميها كبرى. كبرى بقى ولا صغرى، احنا عندنا بقى بنسميها نسوان، الحيه زي النسوين. ليه توها ليه؟ عشان لئيمة وكهينة وتطلع من الصندوق. من الصندوق. لو غلبتك دلوقتي هتشغل لي أغنية هندي. يلا ماما. هات العب. اها أهو، يلا شغل. انا زهقت متاخر. يا اخويا اقول صباح الخير الاول. صباح السعاده ماما. مبسوطه؟ مبسوطه قوي. ايه خدي ماما، خدي خدي دول كمان. ايه دول؟ هادي عملة بلاد عربية. لا يا اخوي، انا عايزة عملة بلاد مصرية. اه ماما، هادي يعمل فلوس كتير. ماشي، هات فلوس مصر تاني. ناسها ماما. اوه ماي الليفنت، ايه ده؟ ده قميص ده لقيته عندك يا عفري. هذه يخص الزوجة بتاعي. زوجة بتاعك؟ هو انت يا خبور مش قايل انك ما شفتش الزوجه بتاعك ده بقالك سنين؟ بتشمه ولا ايه؟ اشواق ماما، اشواق. يا اخويا تعيش وتشتاق. قوم وقف. حاضر ماما، حاضر. امشي حضر لي فطار هندي. فطار هندي؟ وكمان مشروب هندي. مشروب؟ بس اسمع، ما يكونش تمر هندي، التمر هندي ده انا حافظاه. حاضر ماما، حاضر لك فطار هندي ومشروب هندي. طب يلا شاهد. حاضر ماما، حاضر حاضر. امشي لك مسس في ركبك، ويلا عشان تلحق تنظف الشقة قبل ما الناس تيجي، وانا هبقى اساعدك بقى يا خبورة. انا اجيبه لك تشوف الاول وبعد كده ارفض يا عمنا. يا عم شمبانزي ايه بس؟ انا بقول لك عايز اشتري كلب، تقول لي اشتري شمبانزي؟ يا عمنا تربيه الكلاب بقت موضه قديمه قوي. طب وعهد الله الشمبانزي اجدع من 100 كلب. والشمبانزي ده ما بياكل ايه؟ بياكل موز وجلاتي. موز وجلاتي؟ هو اجيبه لك تبص عليه. ماشي يا سيدي نبص عليه وامرنا لله. هاني باشا، ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ منور. بقول لك يا ضياء، انت بص بقى تتفرج على الفيلم ده، لسه نازل السوق جديد، ده بتاع ممثل جديد كده لسه طالع واد مقطط، اسمه توم كروز. هو الفيلم ده اسمه توب جان، انت حافظ عليه؟ انا حلو يعني. ماشي جاي زي الفل. فكر انت بس في الموضوع اللي انا قلت لك. ماشي يا صاحبي يلا اتكل على الله. حبيبي حبيبي باشا، تعرف سمسار شمهندسين اسمه ابو الكوامل؟ اه اعرف ابو الكوامل. انتوا هتعزلوا ولا ايه؟ انت متخلف ياض، نعزل ايه؟ انا قعدت اجيبه المكتب وطريقه كلامه ما عجبتنيش بصراحه. اه فرض سيطرة بقى في المنطقة وشغل مباحث. ايوه يا كبير. اه فرض سيطرة، في حاجة؟ ولا ضيع، قلت انا بقول لك ايه؟ انت قلت لي الشمبانزي ده سعره كام؟ 600 وعنده سنة ونص. 650؟ يا عمي ركز معايا، شمبانزي ايه وزفت ايه؟
طب اهدى بس اهدى بس، ما انت عارف هزار يعني، انا قلت بس اساله كده في الاول عشان اريح دماغي خالص وابقى معاك على رواقه. اهدى بس. بص انا اللي اعرفه عن ابو الكوامل ده يعني ان هو احسن واشهر سمسار في المنطقه، العرب بينزلوا عليه على طول، اصل هو يعني بيعمل لهم خدمات كتير، يعني بيجيب لهم شقه ايجار، عربيه بسواق، يعني لو عايزوا يغيروا عمله بيغيروا، وانت عارف يعني احيانا ممكن يكلموه من بره مصر عشان يجهز لهم الشقه من بدري. طيب سكته شمال يعني؟ واحد شغال في كل ده، لو زبون طلب منه حاجه شمال اكيد مش هيقوله لا. وانت اتعاملت معاه قبل كده ولا بتقعد ترغي وخلاص كده؟ كان بيطلب مني يعني شرايط من ام خمسه لزباينه. ايه؟ سيكو سيكو يعني، الناس بتوعه. ده هو ده اللي انا مستنيك تقوله لي من الصبح. شكله مش سهل المكون ده. وانت يا لازم توقف شغل النجاسه ده، انا مسكت المنطقه خلاص، يعني مش عايز حد يمسكني من ايدي اللي بتوجعني. وبعدين وقعت في حوار كده في حوار كده، انا ماليش دعوه بيك خالص، تلم نفسك من اولها اهو. ايه ده؟ ده انا قلت انك لما هتيجي تمسك المنطقه هتظبطني وتصيط على حسك. اتظبط يا مش ناقص استهبال. حاضر. وخف البن شويه. ايه ده؟ يعني بلاش شرايط سيكو سيكو، كمان قله مزاج؟ وربنا يحبسك. بقيت قاسي قوي على صحابك. شوف لنا بقى شريك نتفرج عليه في البيت. عندي شريك بقى من ام خمسه، بص لسه نازل السوق اهو. اهو يا ده انا ظابط يا تقول لي ام خمسه. اه صحيح نسيت ساعه الباشا. انا هلبسك شكل فعلا وريني. ده ايه ده؟ ده بقى ام خمسه ليك انت بتلاته. انا اخد عجل. تاكل بطاطس ولا جبنه روم؟ رومي رومي. من يد من اعدمها. انت هنا. بقول لك يا وز، ما تجيبي قطع على السريع البني. اتهدي يا راجل. بعدين اتفقنا على ايه؟ وكده في الجنينه؟ قدام اللي يسوى ولا ما يسواش؟ ما قلت لك نتقابل في التكنف يا وز، انت اللي مش موافقه. ليه يا اخويا؟ هو انت فاكرني بتاعت خرابات ولا كنت عايز تاخدني ورا مصنع الكوبايات؟ يا بنت اسمه مصنع الكراسي. لا والنبي. ايوه. لا ما كنتش عارف يا اخويا. وبعدين انت مش عاجبك لا جواز ولا عط. طب انا اعمل ايه طب يا وز؟ ده انا قربت اكاكي. اصبر. الصبر يا سيد الصبر. طولة البال يا اخويا تلين الحبال. يا حرامي الغسيل يا بتاع الحبال. عندك حق. طب انت عارفه ايه اللي في بالي؟ اه طبعا. ايه؟ قلة أدب وعيب وما يصحش يا سيد يا معجبك. يخص عليك يا وز كده برضو. خلاص بقى ما تزعلش. وانت زعلت؟ اه. خلاص ما تاخدش على خاطر. زعلان لسه؟ يعني تفلق.